السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله غادي نحضر مع بعض كيك سهل وراقي، والأهم أنه كيجي لذيذ في المذاق. جربوه وردوا عليا الرأي ديالكم كيفاش جاكم، أكيد غادي ينال إعجابكم بإذن الله، خصوصا لمحبي القهوة. حتى الناس كذلك اللي ما كيحبوش القهوة مثلي، ما كنعشقش طعم القهوة، لكن هذا الكيك فعلا كيجي لذيذ. رغم اني ما كنحبش قهوه، لكن كنستطع نتناول هذا الكيك اللي وضعت في الوسط ديالو كريمه. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، كيك بمكونات جد بسيطه. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بارائكم وانتقاداتكم، وكنشكركم بزاف على كل تعليقاتكم والكلمات الطيبه. اذا نخليكم مع المقادير ومراحل التحضير، وكنتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو للاخر بكل التفاصيل والخطوات. هادو مكونات الكيك اللي غنحتاجو فيهم: 4 بيضات، كاس من الحليب، كاس من السكر، كاس من الزيت. بالنسبه لقياس الكاس فهو 150 ملي او كاس شاي متوسط الحجم، 3 كؤوس من الدقيق، 4 بيضات، ملعقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، قبصة من الملح. ممكن تستعملوا ملعقة صغيرة، انا هنا استعملت ملعقة كبيرة لاني استعملت نوع من القهوة للطعم ديالو خفيف. كيسين من الكاكاو من وزن 7 غرام ما يعادل 14 غرام، كيس من سكر نكهة الفانيلا من وزن 7 غرامات ونصف، وكيسين من خميرة حلويات بيكنج باودر من وزن 8 غرام ما يعادل 16 غرام. هادو هما المكونات ديال الكيك. طبعا قبصة من الملح، هادو هما المكونات. الان ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اولا غادي نقوم بتحضير القالب. انا استعملت هذا القالب اللي فيه هاد الحفره من الوسط. طبعا هذا القالب كيكون متوفر في جميع البيوت على بركه الله. غادي ندهنو جيدا. بسم الله كناخذو الدقيق كنرشوه، نرشوه جيدا بالدقيق. من بعد الان غادي ندخلوها للثلاجة ونمروا لتحضير خليط الكيك. بسم الله في اناء غادي نوضعوا قبصة ملح، كنضيفوا البيض. بسم الله نضيفوا السكر والسكر فانيلا ونحركوا هاد المكونات جيدا. بسم الله الان غادي نوضع كميه من الحليب، غادي نوضعها فوق النار حتى كتولي ساخنه باش غادي نذوب فيها القهوه سريعه الذوبان. بسم الله غادي نوضع القهوه، غادي نذوبها في الحليب. بسم الله غادي نضيفو خليط ديال القهوه على الحليب الاخر باش ما كيبقاش عندنا ساخن، كيولي دافئ. كنرجعو الخليط ديال الكيك ديالنا. ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي، مهم كنحاولوا اننا نحركوا البيض مع السكر جيدا حتى كيتغير اللون ديالو. غادي نضيف الان الزيت، وغادي نضيف الخليط ديال القهوه مع الحليب. من بعد غادي ناخذ الدقيق. بسم الله غادي نضيف عليه الخميره، خميره الحلويات. نضيفه من بعد الكاكاو، كنحركوا هاد العناصر جيدا. بسم الله من بعد غادي نضيفوا الخليط ديال الخميره والكاكاو والدقيق. دائما الدقيق كيكون منخول اي مغربل. بسم الله الان كنوضعوا الخليط ديال الكيك في القالب على بركه الله بعد ما جبدناه من الثلاجه. من بعد الان غادي ندخلوا الكيك ديالنا للفرن. في الاول غادي نوضعوا النار من الاسفل حتى كينتفخ ويتحمر، من بعد نوضعوا النار من الاعلى حتى كيتحمر من الفوق، طريقه الكيك العاديه. اذا على بركه الله من بعد ما خرجنا الكيك من الفرن، بسم الله غادي نوضعوا الان هنايا، نخليه حتى كيبرد تماما. الا لقيتوا صعوبه انه ما بغاش يخرج لكم من القالب، كتوضعوا سكين في الجوانب وكيخرج بكل سهوله. اذا الان بسم الله غادي نقلبوها بهذا الشكل. بسم الله الان غادي نجي غادي نزول هذا الغطاء اللي كيكون هنايا، ماشي الغطاء، المهم غادي نزول واحد الجزء
اللي في الاعلى بسم الله بهذا الشكل. اذا ها هي. من بعد غادي نعمل علامات هكذا، نحاول ما نوصلش للاسفل بسم الله بهذا الشكل، وغادي نوضع كذلك من هذا الجانب، غادي نقطعها كذلك من هذا الجانب. اذا هنايا في الشريط اللي عملنا في الوسط ها هو غادي نعملو خطوط هكا، غادي نقطعو كذلك باش يجينا سهل من بعد في التقطيع. كنقطعو فقط الجزء اللي وضعناه في الوسط. الان كنجيبو ملعقه وكنحاولو نزولو هاد القطع اللي عملنا بهذا الشكل، كيتزولو بكل سهوله بسم الله. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب، 3 ملاعق او 4 ملاعق كبيره ممتلئه من السكر، ملعقتان كبار من القهوه سريعه الذوبان، 3 ملاعق من لاكريم باتيسيير او الكاسترد. ممكن تعوضوه بالنشا، الا ما بغيتوش تستعملوا النشا او الكاسترد فاستعملوا الجيلاتين، كيبقى لكم الاختيار. 3 ملاعق من لاكريم شانتيي اللي كيعطي واحد المذاق مميز لهاد الكريمه. ندوزو على بركه الله لمراحل التحضير. بسم الله، في كاسرول كنوضعوا الحليب، نضيفوا السكر، انا استعملت 3 ملاعق كبيره. غادي نوضع القهوه سريعه الذوبان. بالنسبه للطعم ديال هاد الكريمه كيجي طعم لذيذ. غادي نضيفوا النشا او الكاسترد بسم الله او الكريم باتيسيير. طبعا الكاسترد او لاكريم باتيسيير كيجي افضل في الطعم بسم الله. نديرو 3 ملاعق يكونوا ممتلئين جيدا كما شفتوا معايا. غادي نحركو بسم الله. من بعد وضعناها فوق النار كطريقه تحضير الكاسترد العاديه. غادي نستمروا في التحريك بدون توقف باش ما تكتلتصقش لينا باسفل الاناء حتى كتولي كريمه متماسكه. اذا بعد ما كتولي هكا متماسكه غادي نطفيو الان النار. هنا في خارج النار غادي نوضع لا كريم شونتيي، كيحسن المذاق، ملعقتان او 3 كيعطينا واحد المذاق مميز. بالنسبه للشانتيي كنوضعوه وهو ساخن، فالهدف منه هو انه يعطينا واحد الطعم لذيذ. اذا بعد ما حركنا الشانتيي مع الخليط الاول جيدا بسم الله، غادي نوضعوا الان الخليط في هذه الحفره، نوضعوه هو ساخن. بسم الله، كنحاولوا اننا نقادوا التحليه او لا الكريمه في الوسط هكذا. من بعد كنوضعوا هاد الغطاء بسم الله، وغادي ندخلوها للثلاجة. غادي نخليوها حتى كتماسك لنا الطبقه جيدا، تقريبا غادي نخليوها واحد ساعه ونصف. لكن قبل هذا هنايا هو اللي غادي يكون في الاسفل، هنا في الاعلى يعني غادي نقلبها على هذا الشكل. هنايا خديت في حمام مائي، غادي نوضع الشوكولاته البيضاء ولا السوداء اللي متوفر عندكم. غادي نتسنى حتى كذوب الشوكولاته. اذا كما شفتوا هنايا غادي ندوبها بدون اي اضافات، بدون زيت ولا اي شيء، كيبقى حسب النوعيه ديال الشوكولاته اللي استعملتو. اذا هنايا بعد ما ذوبت الشوكولاته غادي نضيف لها يوغورت شوكولاته، الشوكولاته البيضاء، غادي نضيف لها السوداء باش كنحصل على واحد اللون مغاير. ممكن تعملوا السوداء، كيبقى لكم الاختيار. اذا شفتوا معايا اللون اللي كنحصل عليه، كنحصل تقريبا على لون شبيه اللون اللي وضعت في الداخل بسم الله. بعد ما تماسكت ليا الطبقه اللي وضعت الوسط، غادي نوضعه هنايا بشكل عشوائي، غادي نخليه تساقط من الجوانب. اذا هنايا غادي ناخذ كميه من الكيك اللي حيدت من الوسط، غادي نوضع كميه في الاعلى ديال هذا الكيك بسم الله. اذا متابعينا هنايا ملي برد عندنا الكيك غادي نقطع معاكم تشوفوا معايا كيفاش كيجينا بسم الله على بركه الله. اذا كيكون هذا هو الشكل ديالو.
نتمنى ان شاء الله ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم ما تبخلوش عليا بارائكم تعليقاتكم وانتقاداتكم. وإذا كانت هذه اول مره كتزوروا فيها القناه فادعوكم للاشتراك مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. الى فيديو قادم ووصفه اخرى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.